ياسمين عبد العزيز بعد خضوعها لعملية جراحية ستعلمك الشدائد أنه ليس لك إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين قناة سيف ترند. علقت النجمة ياسمين عبد العزيز بعد تعرضها لأزمة صحية وإجراءها لعملية جراحية في سويسرا، حيث كتبت على ستوري حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستغرام: ستعلمك الشدائد دائما أنه ليس لك إلا الله. وعادت النجمة ياسمين عبد العزيز مساء اليوم إلى القاهرة قادمة من سويسرا بعد أن خضعت لعملية جراحية دقيقة في أحد المستشفيات هناك، حيث وصلت إلى منزلها حاليا لاستكمال باقي العلاج بعد أن ألزمها الفريق الطبي المعالج بالراحة التامة وعدم التعرض للضغوطات أو الإرهاق، حيث أجرت ياسمين عبد العزيز عملية جراحية منذ أسبوع على أقصى تقدير بحسب قول المصدر المقرب منها. وكانت قد تعرضت ياسمين عبد العزيز لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، حيث نشرت صورة على سرير داخل أحد المستشفيات عبر خاصية الستوري على موقع إنستغرام وعلقت قائلة: أهم حاجة في الدنيا الصحة. وده كان الخبر اللي معانا النهاردة بخصوص إجراء عملية جراحية للفنانة ياسمين عبد العزيز بعد ما سافرت سويسرا وكان بصحبتها زوجها أحمد العوضي، وحاليا دلوقتي رجعوا لمصر علشان تكمل باقي علاجها من البيت. ده كان موضوع حلقتنا النهاردة، ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشرفنا باشتراك في القناة. انتظرونا في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.